فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. طيب هنا إلى سنن النسائي كتاب القسامة، ما زلنا فيه القصص من الثانية. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا حميد بن مسعدة وإسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر عن حميد قال ذكر أنس أن عمته كسرت ثنية جارية، فقاد النبي صلى الله عليه وسلم بالقصص، فقال أخوها أنس بن نضر: انكسر أتكسر ثنية الربيع فلانة؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة. قال: وكانوا قبل ذلك سألوا أهلها العفو والأرش، يعني يأخذ الدية، لا 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 يكسر سنة ولكن يأخذ الدية. فلما حلف أخوها وهو عم أنس اللي هو أنس بن النضر وهو الشهيد يوم أحد، رضي القوم بالعفو، فقال النبي: أنا من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبرهم. وقال أخبرنا محمد بن مثنى حدثنا خالد هو الحذاء قال حدثنا حميد عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كسرت الربيع ثنية جارية، فطلبوا إليه العفو فأبوا، فعرض عليهم الأرش فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص. قال أنس بن نضر: يا رسول الله، تكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر. قال: يا أنس، كتاب الله القصاص. قال: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفوا، فقال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. هذه المسألة في مسألة القصاص، السن بالسن والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والجروح قصاص، وهذا عدل الإسلام. من لطم يلطم، من كسر يكسر، إذا أمن الظلم، يعني أمن زيادة الظلم في زيادة في ذلك تكون ظلما. أما كسر السن فإنه يستطيع، الجراح يفعل ذلك أو الطبيب يفعل ذلك ويكسرها فيكون القصاص. وأخت أنس بن النضر كانت قد كسرت سن جارية، فطلبوا القصاص. أمها سيدنا الشيخ علي بن سلطان الجلابين الأردني يريد زيارتكم: يا ابن الحلال عبد الرحمن، قلت لك أنا تحت أقدام طلبة العلم وأهل العلم، وأنا خادم لهؤلاء الأفاضل، فالأمر يسير، الأمر يسير، وقتما أرادوا أنا خادم. فأم أنس بن نضر أقسمت لا تكسر ثنية الربيع، وقام أنس قال: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والله لا تكسر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رفقا يعلمه ويقول له، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. يا أنس، كتاب الله القصاص. فقال: لا والله يا رسول الله، لا تكسر ثنية الربيع. طبعا هو لا يعترض على حكم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعترض على حكم الله، لأن هو أصلا كلمهم على أن يأخذوا الأرش، كأنه يعني من شدة يقينه في أن الله تعالى يقبل منه مسألته أن القوم سينزلون إلى الأرش ولا يطلبون القصاص. فلما جاء القوم وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: تنازلنا عن القصاص، رضينا بالأرش، تعجب النبي وقال هذا الكلام العظيم، قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وكان أنس بن نضر من الصادقين، ولذلك لما تخلف عن بدر بدون الطواعية وما يعلم أنها غزوة، قال: لأن أبقاني ربي لغزوة أخرى مع النبي لا يرين الله مني خيرا. وكان صادقا، لذلك دخل في الصفوف، انغمر في الصفوف حتى قاتل وقتل، يعني ما عرفوه، ما وجدوا في جسدي أكثر من 90 طعنة وضرب بسيف ورمي بسهم، يعني مع ذلك أنه غاص في الصفوف. وهو الذي قال لسعد بن معاذ عندما قال له: إلى أين يا أنس؟ قال: إهن يا سعد، والذي نفسي بيدي، إني لا أشتم رائحة الجنة أو أجد ريح الجنة من دون أحد. سبحان ربي العظيم. مثل ذلك من الصادقين يصدق الله، رفعت اليد فيستجيب الله جل وعلا. والبراء بن مالك كان كذلك، عندما قال له: ادعو الله لنا، قال: لا، ادعو الله لنا ان يفتح الله علينا، فرفع يديه فقال: اللهم افتح علينا وولنا ذورهم واجعلني اول شهيد فيهم، فاستجاب الله. فكان فتح قلعة مسيلمة على يد البراء، وولاهم الله ظهرهم، وكان اول شهيد فيهم رضي الله عنه وارضاه. وهنا
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله يتعجب، إن من عباد الله من لو أقسم على الله أبره. سبحان ربي العظيم. وقد قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. القائد من العضة وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عمران بن حصين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاء قال: أنبأنا قريش ابن أنس عن ابن عون عن ابن سيرين عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيته أو قال ثنيان فاستعد تحت وخلى الناس يديروا لها بس انتظر لما خلص. فاستعدى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقدمها كما يقدم الفحل، إن شئت فادفع إليه يدك أي حتى يقدمها ثم انتزعها إن شئت. لكن سبحان الله هنا معناها قال: إن أردت أن تقدم لحم أخيك كما يقدم الفحل. وفي الوقت قال: يعد أحدكم أخاه كما يعد الفحل، لا دية له، لا دية لك. وفي وقت قال: أردت أن تقدم ذراع أخيك كما يقدم الفحل. هنا تصور المسألة أن الرجل أخذ يد الرجل يعضها، والآخر يريد يخلص أصابعه من 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 أسنان هذا الرجل، فشدها، فلما جذبها أسقط ثنيته، فجاء يريد القصاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب، قال: يقدم أحدكم أخاه كالفحل، يعني تريد أن يبقي يدك تهضمها وتأكلها بأسنانك، لا يخلص يده من فمك، لا يعقل. فلما خلص يده من أسناني سقطت أسنانه، قال: ضع يدك أنت في فمي يفعل ذلك وخلصها بهذا، لأنك لابد أن تخلصها. يقول له: أنت لو كانت يدك في فمي فعلت ذلك ولا دية. ثم قال: لا دية لك. قال له: لا دية لك. وقال: أردت أن تقدم ذراع أخيك كما يقدم الفحل، فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وما جعل له الدية، لأنه تعدى. لا تسأل عن رد الفعل، ولكن سأل ابتداء عن الفعل، لما فعل ذلك. القصاص ليس واجبا، القصاص مستحب. الفوائد المستنبطة من ذلك: إن من عباد الله من لو أقسم على الله أبره. عدل الإسلام، السن بالسن والعين بالعين. المتعدي لا ضمان له، المتعدي لا ضمان له. هذه فائدة ثالثة. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلفين نقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.